كل مشاهدي قناة النادي الأهلي. النهاردة أول أيام بطولة أفريقيا، أول أيام بالنسبة لنا، لكن البطولة اتفتحت امبارح. اتفتحت امبارح إن الأهلي كان عنده مباراة مهمة وقوية لكرة القدم مع شبيبة الثورة الجزائري، والحمد لله الأهلي تأهل في المركز الأول وتأهل وفرح جماهير مصر كلها وتأهل بالمركز الأول ودخلوا دور الثمانية في كرة القدم. عقبال السيدات الطايرة إن شاء الله بإذن الله نتمناها إن شاء الله للنادي الأهلي. عندنا أبطال ونجمات إن شاء الله على قدر المسؤولية في البطولة دي، بطولة مهمة، بطولة قوية فيها فرق كتيرة. لكن خلينا نبدأ النهاردة ونستعرض الأخبار، البطولة قالت إيه على المواقع والجرايد المصرية. أول خبر عندنا من الموقع الرسمي، الموقع الرسمي للنادي الأهلي بيقول سيدات طائرة الأهلي يفتتح اليوم مشواره في البطولة الأفريقية. اليوم السابع الأهلي أمام كانون الكنغولي في افتتاح مشوار البطولة الأفريقية لسيدات الطائرة. الوطن الليلة سيدات الأهلي يبدأن الدفاع عن لقب أفريقيا للكرة الطائرة. فعلا اليوم افتتاح بطولة أفريقيا للطائرة ومواجهة هامة للأهلي مع كانون موقع الكابتن. صباح الليلة طائرة سيدات الأهلي تستهل مشوار بطولة أفريقيا بمواجهة كانون الكنغولي. فعلا هو الدفاع عن اللقب، الدفاع عن اللقب الأفريقي اللي الأهلي خده على أرض النادي الأهلي السنة اللي فاتت. في نفس الوقت البنات كانوا على قدر المسؤولية وقدروا يتواجدوا بالبطولة الأفريقية. إن شاء الله بإذن الله بالروح والحماس وتشجيع الجمهور، والجمهور هو أهم حاجة، أهم سلاح للنادي الأهلي جمهور النادي الأهلي اللي بيقف معاه وبيقف وراه في كل الأوقات، خسارة مكسب كل أوقات جمهور الأهلي جمهور مهم جدا وهو السند الحقيقي للنادي الأهلي. خلينا نستعرض بطولات الأفريقية أو الأندية اللي فازت بالبطولة الأفريقية للكرة الطائرة سيدات. هنبدأ من سنة 86، أول بطولة 86 بيفوز بيها الأفريقي التونسي، 87 الأفريقي التونسي و88 89 أيضا الأفريقي التونسي، أربع بطولات متتالية. بيبدأ الأهلي المصري مشواره مع البطولة الأفريقية اللي هو متربع عليها وبتسع ألقاب سنة 90، أول بطولة الأهلي المصري بيفوز بيها، الأنابيب الكيني 91 92 الأنابيب الكيني، بجاية الجزائري في 97 من 93 ل 96 البطولة وقفت ما اتلعبتش وبدأناها تاني. رجعنا تاني 98 الأنابيب الكيني ورجع الأهلي المصري يستعيد الصدارة والمقدمة. 99 2000 الأهلي 2001 الأنابيب الكيني 2002 الأنابيب الكيني الأهلي المصري 2003 الأنابيب الكيني 2004 2005 أيضا الأنابيب الكيني 2006 البنك التجاري الكيني كانت الفاينل مع النادي الأهلي وقدر يكسب النادي الأهلي في البطولة دي 3-0. الأهلي المصري تاني مرة بيرجع في 2007 السجون الكيني 2008 الأهلي 2009 السجون الكيني 2010 السجون الكيني 2011 و2012 السجون الكيني، اربع بطولات ورا بعض لغايه 2013 السجون الكيني. المجمع البترول الجزائري في 2014 والاهلي المصري بطولتين ورا بعض 2015 و2016. قرطاج التونسي 2017 ويستعيد مره اخرى الاهلي اللقب في 2018 على ارض النادي الاهلي. زي ما احنا شايفين قدامنا النادي الاهلي هو اللي متزعم الالقاب. هنروح لألقاب النادي الأهلي والسجل التجاري السجل الأبطال أفريقيا، دول 29 بطولة ودي البطولة 30. الأهلي 9 ألقاب من 29، الأنابيب الكيني 7، السجون الكيني 5، الأفريقي التونسي 4، بجاية الجزائري 1، البنك التجاري الكيني 1، مردية الجزائر 1، قرطاج التونسي 1. فرقتين بس من الحاملين اللقب مش موجودين معانا، مش موجودين معانا بجاية من الجزائر والأفريقي التونسي، وبقية الفرق الحاملين اللقب موجودين معانا هنا قدامنا معانا جوه بطوله الرقم 30. نروح لقرعه البطوله، القرعه اتعملت يوم الجمعه كانت قرعه جميله جدا واتقسموا الاربع مجموعات ال 17 فريق، هنشوف اتقسموا ازاي. هنروح للمجموعه الاولى، المجموعه الاولى الاهلي والجمارك النيجيري والكانون الكونغولي ويو اس اف اي البوركيني. المجموعه الثانيه قرطاج التونسي وسبورتنج المصري ودي جي اس بي الكونغولي والبنك التجاري الكيني. المجموعه الثالثه الصيد المصري، الانابيب الكيني، فاب الكاميروني،
ريفينيو الرواندي. المجموعة الرابعة خمس فرق، المجموعة دي الوحيدة الخمس فرق في البطولة، السجون الكيني والشمس المصري، أسك ميموزا الأفواري، والمجمع البترولي الجزائري، وجامعة نكومبو الأوغندي. زي ما احنا شايفين الفرق اتقسمت لأربع مجموعات، الأهلي على المجموعة الأولى في البطولة والفرق كلها توزعت على المجموعات. المجموعة الرابعة الوحيدة اللي عندنا هي خمس فرق والأهلي بيلعب في المجموعة الأولى. خلينا نستعرض نتائج امبارح ايه اللي حصل في البطولة. ده الترتيب المفروض احنا عندنا نتائج، معلش نغير، ده ترتيب الفرق بعد المجموعة أو بعد نهاية الدور الأول للمجموعات، لكن عندنا نتائج المباريات. عندنا نتائج المباريات، نتائج المباريات كلها اللي اتلعبت في المجموعة الأولى امبارح هنشوف عملوا إيه. بدأت الجمارك النيجيري أهي 3-0 مع يو اس اف من البوركيني، والبنك التجاري الكيني 3-0 مع الفريق الكونغولي، وفاب الكاميروني 3-0 مع الصيد المصري. المجمع البترولي الجزائري 3-2 مع نادي الشمس المصري، كانت مباراة قوية جدا، كان نادي الشمس كسب الشوط الثاني والثالث، بس رجع المجمع البترولي يكسب آخر شوطين ليفوز بالمباراة 3-2. أسك الأفواري 3-0 مع نكومبو الأوغندي. خلينا نستعرض المجموعات وترتيب الفرق بعد اليوم الأول. المجموعة الأولى النادي الأهلي ما لعبش لسه، لكن الفريق الجمارك النيجيري لعب مباراه ومعاه 3 نقاط، الاهلي الثاني وكانون الكونغولي الثالث، يو اس اف اي البوركيني رقم 4 في المجموعه. نستعرض المجموعه الثانيه. البنك التجاري الكيني لعب مباراه وفاز في واحده وليه 3 نقاط، سبورتنج المصري 0 لسه هيلعب النهارده، قرطاج التونسي، والرابع دي جي اس بي الكونغولي. الثالثه فاب الكاميروني بيتصدر المجموعه بعد اول يوم، الاثنين الانابيب الكيني ومرشح بقوه الانابيب الكيني للبطوله، 3 ريفينيو الرواندي، 4 الصيد المصري. اخر مجموعه أسك الأفواري متصدر المجموعة بعد اليوم الأول ب3 نقاط، المجمع البترولي الجزائري معاه 2، الشمس المصري معاه بونت المركز الثالث، السجون الكيني الرابع، وخامس نكومبو الأوغندي. خلينا نستعرض نتائج النهارده لليوم، مباريات اليوم الثاني. مباريات اليوم الثاني معانا النهارده أسك الأفواري والسجون الكيني، انابيب الكيني وريفينيو الرواندي، نكومبو الاوغندي مع الشمس المصري وسبورتنج المصري وخرطاج التونسي. والاهلي اخر مباراه النهارده باذن الله الساعه 9 هتبدا المباراه مع كانون الكونغولي. خلينا نروح للجهاز الفني للنادي الاهلي وفريق النادي الاهلي المشتركين في بطوله افريقيا. نروح للجهاز الفني. المدير الفني كابتن حمدي الصافي، المدرب العام ياسر صلاح، مدرب ايمن فؤاد، ومخطط احمال رانيا عبد العزيز، محلل تقني شريهان سامح، ومدير اداري محمد مجدي كابتن بيبو الشهير ببيبو، واداري ايهاب حسن، طبيب دكتور ميران محمد، علاج طبيعي منة الله عادل. نروح لفريق النادي الاهلي. رقم 1 آية الشامي، رقم 2 ندى وليد، 4 مروة مجدي، 5 الأوكرانية كاترين، 7 مريم مصطفى، و8 نهلة سامح، و9 شروق فؤاد. رقم 11 سارة أمين، 12 فريدة العسقلاني، 13 نرمين المنشاوي، و16 ميار خليفة، 18 رانا الجهري، و19 سهيله وفيق، و20 مريم متولي. بكده نكون استعرضنا النهارده نتائج اليوم الاول ومباريات اليوم الثاني. ان شاء الله باذن الله كده المباراه الافتتاح هيبدا الساعه 8، الافتتاح الرسمي هيبدا الساعه 8، والمباراه بتاعه النادي الاهلي النهارده مع كانون
الكونغولي تبدا الساعه 9. خلينا نخرج لفاصل ونستقبل نجمات التحليل عندنا، نجمات النادي الاهلي السابقين والمحللين وفريق التحليل معانا النهارده في مباراه الاهلي مع كانون الكونغولي. رجعنا لكم بعد الفاصل عشان نستقبل نجمات النادي الاهلي ونجمات مصر في الكره الطايره، سابقين فعلا لكن محللين اقوياء جدا. خلينا نرحب بيهم النهارده معانا، بدايه كابتن كباتن النادي الاهلي واحسن بصيره وحاجات كتيره كده كتير لكابتن يسرى عبد الكريم. مساء الخير كابتن يسرى. مساء النور يا كابتن خالد، منورانا. الله يخليك، انا سعيده جدا. القاب كتيره بس عشان اقول خلاص بطلت لعب. لا احنا المهم اللقب العاشر ان شاء الله نحصل عليه، هو ده اهم لقب بالنسبه لنا. احنا جايين كلنا النهارده عشان نوقف خلف الفريق بتاعنا وان شاء الله خير ويبقى وشنا حلو عليهم باذن الله. ومعانا نجمه من نجمات النادي الاهلي ايضا ومنتخب مصر والقاب كتيره عشان ما نخش في القاب واتلخبط معاهم، معانا كابتن شيماء عادل. مساء الخير يا كابتن شيماء. مساء النور يا كابتن، منورانا. ازي حضرتك؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ ربنا يخليك. اخر ماتش فولي لعبت امتى؟ 98. نرجع للتاريخ. خلينا نرجع للتاريخ ونرحب بالنجمه الثالثه اللي معانا النهارده في فريق التحليل بتاعنا وبرده لعيبه النادي الاهلي ومنتخب مصر في الجيل الذهبي للنادي الاهلي، وهم كلهم اجيال ذهبيه بصراحه، كابتن انجي الشامي. مساء الخير يا كابتن انجي. مساء النور يا كابتن، منوره. ربنا يخلي حضرتك. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. كله تمام؟ الحمد لله تمام. خلينا نخرج لفاصل وترجعوا لنا مره ثانيه. رجعت لنا بعد الفاصل عشان نبدا التحليل والكلام عن البطوله الافريقيه بصفه عامه. النجمات اللي قدامنا لعبوا بطولات افريقيه كتير وعشروا الموضوع، عايزين نسالهم اخبار بطوله افريقيا ايه معاهم. دول 9 بطولات ما شاء الله، وان شاء الله نتمناها العاشره للنادي الاهلي باذن الله على ارض النادي الاهلي. كابتن يسرى نبدا معاكي، قولي لي بطولات افريقيا بالنسبه لك بتمثل ايه لكابتن يسرى عبد الكريم؟ بص احنا كل موسم طبعا النادي الاهلي بيحرز بطولات الدوري وكاس مصر، يعني كان بينافسنا بعض الفرق بس طبعا الاهلي بيحرزها. يعني مثلا خدنا في تاريخ الفترات السابقه خدنا 35 بطوله دوري ان شاء الله و31 بطوله كاس، يعني باجمالي 66 بطوله محليه. فيعني كنا كل سيزون بنستنى بطوله افريقيا عشان ده بيعتبر التتويج بتاعنا لمجهودنا طوال السنه، وهو ده التحدي الحقيقي قدامنا. بنقابل منافسات قوية، بنقابل لعيبة على مستوى عالي، بيبقى في بعض اللاعبين محترفين بره زي مثلا في الكاميرون بيلعبوا في فرنسا ويرجعوا يلعبوا في الأندية بتاعتهم. فبجد كانت من أحلى الشعور الواحد بيحسه لما كان بياخد بطولة أفريقيا. هايل كابتن شيماء، لو بدأنا برضو نتكلم عن بطولات أفريقية، أكيد في مواقف حصلت كتيرة معاكم وبطولات صعبة جدا قدرتوا تعدوا بيها للنادي الأهلي من 9 بطولات. طبعا احنا كان النبدا او الفرق الجامده جدا اللي بتواجهنا دايما الفرق الكينيه وفرق الجزائر وتونس. طيب هم الموجودين برضو معانا بالظبط كده، هم هيستمروا ان شاء الله. لان احنا يعني انا افتكر من فتره من الفترات في مسابقه ان احنا كنا في الجزائر وكان الماتش النهائي وعلى ارضهم، فتخيل حضرتك كميه الضغط النفسي والعصبي اللي كان طبعاً علينا طبعا. وبعدين حضرتك عارف الجمهور الجزائري جمهور طبعاً محب جدا للرياضه طبعا، عشان كنا يعني حاسين ان احنا يعني ستريس علينا من كل جهه، بس الحمد لله قدرنا نكسب الحمد لله. قدرت تكسبوا الجزائر. انجي مغامراتك مع البطوله الافريقيه ايه؟ انا اول بطوله ليا في الاهلي كانت بطوله افريقيه، يعني اول ما دخلت النادي الاهلي كانت بطوله افريقيه، كانت 2009. فطبعا كانت اول بطوله مع النادي كانت البطوله الافريقيه. هي طبعا دي كانت بطوله بالنسبه لي غاليه جدا، يعني اثبات ليا واثبات للي انا كنت، يعني كنت جايه طبعا من نادي الشمس اللي رحت النادي الاهلي، فده دي حاجه بالنسبه لي كانت كبيره قوي. سنه كام البطوله دي؟ 2009. 2009 انجي وايه الاثنين شبه بعض، التوأم؟ لا بس انا بطلخبط بينكم، خلي بالك هي كبيره. طيب هي كبيره 10 سنين. هي الاكبر صح؟ خلينا نشوف ونقول امبارح بدات حصلت مجموعات قرعه عندنا واتقسموا لاربع مجموعات، رايك كيف في المجموعات بصفه عامه؟ المجموعه الاولى النادي الاهلي نزل فيها مع نادي كانون ونادي البوركيني والنادي النيجيري اللي هو الجمارك النيجيري.
بص الحقيقه المجموعه الاولى ان شاء الله النادي الاهلي هيعبرها بالنقاط كامله، واتوقع انه هيطلع مع الفريق النيجيري. الفريق النيجيري ده على فكره فريق لا يستهان به، يعني هو فيه بيضم لاعبات خبره كبيره جدا في نيجيريا، ما بيبطلوش لما بيتجوزوا ويخلفوا وكده بيكملوا رياضه. حتى في لعيبه اسمها استر دوسو موجوده في الفرقه دي، كانت محترفه في النادي الاهلي، محترفه كانت احترفت معانا في 2005 و2007، قعدت معانا كام سنه كده. كام سنه كابتن نصر كده؟ قدي، عندها 12 سنه. تمام. يعني انت شايفه من وجهه نظرك المجموعه الاولى مجموعه كويسه للنادي الاهلي، لكن الجمارك النيجيري، الجمارك النيجيري هو اللي فيه يعني ماتش هيبقى، يعني ماتش هيبقى فيه شويه فولي يعني، بس ان شاء الله هنعبره كاول مجموعه والنادي النيجيري يطلع تاني مجموعه. حلو. نخش على المجموعه الثانيه، قرطاج التونسي، سبورتنج، دي جي اس بي كونغولي، البنك التجاري الكيني. كابتن انجي، هو طبعا قرطاج وسبورتنج والبنك التجاري ده انا اعتقد يعني منافسه بينهم هم الثلاثه. طبعا القرطاج والبنك التجاري يمكن منافستهم اكتر شويه من سبورتنج، بس لكن الباقي كله اعتقد اللي هو نادي سبورتنج المصري ما عندوش الخبره الافريقيه اللي يقدر يلعب بيها في بطولات افريقيا، بس هم عاملين محققين نتائج كويسه وكانوا ماشيين كويس في البطوله العربيه، فاعتقد ان هم هيبقوا ماشيين برده كويس في البطوله الافريقيه. كابتن شيماء، الصيد المصري المجموعه الثالثه عندنا، الصيد المصري اللبيب الكيني، وفاب الكاميروني، وريفينيو الرواندي، رايك ايه في المجموعه؟ هي مجموعه كويسه بس هي صعبه جدا على نادي الصيد بالنسبه ان هو اول يعني مشاركه افريقيه ليه. هو بيضم لاعبات صاعدات يعني صغيرين في السن، فهي دي حاجه تحسب لهم وخبره يعني هياخدوها. طبعا اعتقد على قمه القائمه او المجموعه تبقى فرقه اللبيب الكيني، لانه طبعا ليه باع طويل جدا في البطولات الافريقيه، يلي فاب الكاميروني، واتمنى ان الصيد يقدم نتائج مشرفه ان شاء الله في ظل المجموعه دي، ويليهم بقى ريفينيو الرواندي في الاخر خالص. ده اقل واحد فيهم بالظبط. نادي الصيد المصري ونادي الشمس المصري ونادي سبورتنج داخلين، الخبرات الافريقيه متواجده، ليه ما دعموش؟ ممكن يدعموا محترفين، ليه ما دعموش في بطوله زي كده كمان؟ الحقيقه يعني الاتجاه الانديه بدا يتغير شويه، يبصوا للكره الطايره النسائيه ان هو لعبه شعبيه وبقت لعبه الناس كتير بتتابعها. مجلس اداره نادي سبورتنج بدا يهتم بفرقته اكتر، جاب لعيبه محترفه معاه، فعلا لعيبه محترفه لعبت معاه في الدوري. فريق سبورتنج، فريق الصيد بيتجه بقى اتجاه يعني مختلف يعني فكرا عن بقيه الانديه. الحقيقه الفرقه دي الواحد لازم يتكلم عليها ويديها حقها، فرقه بتضم اعمار سنيه من 16 سنه 18 سنه 20 سنه. فدلوقتي اللعيبه بتكتسب خبره كبيره جدا، فبتيجي تلعب في فرقه حتى مع فرقه 16 سنه، البنات اللي عندهم 16 سنه يجوا يلعبوا في بطوله 16 سنه هتلاقيهم متفوقين جدا. الخبره دي بتعمل عامل كبير جدا، بتساعد على الفوز. فبس هو نادي الصيد الحقيقه عنده مدرب محترم جدا اللي هو مدرب المنتخب المصري كابتن احمد فتحي. احب بس اتكلم على فريق نادي الشمس المصري. فضل. عشان بتقوده يعني لاعبه القرن ويعني لاعبتنا العظيمه واللي عملت تاريخ الكره الطايره في مصر كابتن تاني توسون. جبتيني، كنت عايز اسال سؤال لحقت انت وقمت مكلمه، اتفضلي يا كابتن. لا لا الحقيقه يعني لو قعدنا نتكلم على توتو طول الحلقه ما يكفيهاش يعني اللي هي عملته، وهي عملت سطرت فعلا تاريخ الكره الطايره في مصر وحققت بطولات مع منتخب مصر ومع النادي الاهلي، كان ليها دور كبير جدا. توتو بتعاني في نادي الشمس ان هو في بعد بطوله افريقيا اللي حقق فيها مركز تاني، في بعض اللاعبات المميزات جدا، ندى معوض احسن لعيبه في افريقيا ساعتها يعني سافرت هي واختها في منحه دراسيه في امريكا، ساره امين انتقلت الى فريق النادي الاهلي، ايه لسه راجعه من رباط صليبي. فتوتو بتحاول تعيد نادي الشمس لوضعه سواء على المستوى المحلي او على المستوى الافريقي، واتمنى لها كل خير يعني ان شاء الله تقدم بطوله كويسه طبعا. يا رب. اكيد كابتن تهاني توسن اسم تاريخ كبير في النادي الاهلي ومنتخب مصر في الكره الطايره لسيدات مصر، اسم اتحفر فعلا من ذهب، اسم مهم جدا هيقعد يحكي عليه سنين سنين، عشان اسم تهاني توسن ده هيفضل وسيظل في التاريخ. كابتن شيماء اكيد كان ليكي مواقف مع كابتن تهاني، وكابتن تهاني من النوع اللي هي انا عشرتها وعشرتكم انتوا تلعبوا، وشفت كل البلاد الافريقيه والعربيه كلها محبين لتهاني توسن. اولا كابتن تهاني شخصيه محترمه جدا جدا، متواضعه جدا جدا، يعني حتى لما احنا كنت لسه صغيره، هي مش فرق ما بيني وبينها كبير قوي، بس دايما كانت بتحتضن اي حد صغير طالع، عمرها ما حسستهم ان هي كابتن عليهم ان هي احسن لعبة في افريقيا، بالعكس دايما كانت بتضمنا وكانت بتدينا نصايح وتضحك معانا وتهزر معانا، وكان روحها جميله جدا جدا جدا. وطبعا اكتسبنا منها خبرات
فوق الوصف. يعني احنا دايما كان يقولوا لنا ايه، انتوا كلكم بتلعبوا كده وتوتو هي الاساس، كانت ترد دايما وتقول لا، لولا مجهودهم معايا في الملعب ولولا وجودهم عمري ما هكون لا احسن لعيبه في افريقيا. كان كل الافارقه عارفين اسم توتو طبعا، ما يعرف مش كلمه تهاني، يعرفوا توتو. توتو شهره توتو طبعا. خلينا دايما هنفتكر ونفتكر كابتن تاني توسون، ربنا يوفقها يا رب مع نادي الشمس، وهو تاريخ كبير. تاني مره بقول كابتن تاني توسون فعلا اسم محفور في التاريخ في الكره الطايره سيدات. خلينا نخرج لتقرير مع الدكتور محمد سراج رئيس اللجنه العليا المنظمه للبطوله في القرعه، وترجعوا لنا مره تانيه. في البداية بس هستأذنكم نقف دي أحداد على أرواح شهداء الحادث الإرهابي في نيوزيلندا اليوم، وعلى أرواح شهداء حادث الطائرة الأثيوبية الأسبوع اللي فات، فنقف دي أحداد. دكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، السادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي، السيدة هويدة مندي المدير التنفيذي للاتحاد الأفريقي، والسادة الحضور الكرام. في النيابة وبالنيابة عن الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي، نرحب بكم جميعا في النادي الأهلي العريق، وسعداء جدا بهذا الجامع الأفريقي الذي يعكس التقارب بين أندية القارة الأفريقية ويقوي العلاقات بين الأندية المختلفة. كل التحية لضيوفنا الكرام. نتمنى لكم جميعا التوفيق، ونتمنى أن نقدم بطولة طليق باسم النادي الأهلي ومكانته التاريخية. وأود أن أتوجه بالشكر والامتنان لكل رؤساء وأعضاء اللجان والشباب القائمين على تنظيم البطولة، الذين عملوا بكل جهد لكي تخرج البطولة بالشكل الأمثل للنادي الأهلي والاتحاد الأفريقي. بعد ما استمتعنا بكلمة الدكتور محمد سراج في قرعة البطولة الأفريقية للكرة الطائرة سيدات، خلينا نروح لكابتن إنجي ونشوف نادي الشمس وموقفه في المجموعة الرابعة. المجموعة الرابعة بتضم نادي السجون الكيني والشمس وأسك موموزا الفواري والمجمع البترولي الجزائري ونوكومبو الأوغندي. كابتن إنجي تقولي لي إيه على نادي الشمس في المجموعة الرابعة وهم خمس فرق المجموعة الوحيدة؟ هي المجموعه دي مجموعه صعبه شويه على الشمس في الظروف اللي هي طبعا كابتن يسرى اتكلمت عليها. طبعا السجون الكيني ليه خبره كبيره جدا في البطولات الافريقيه، ومجمع البترولي برضو الجزائري برضو ليه خبره كبيره جدا في البطوله الافريقيه. طبعا الشمس هو هيعاني شويه في المجموعه دي من عشان السجون والمجمع البترولي، بس يعني اتمنى ليهم ان هم يبقوا يعني يحققوا نتائج كويسه وان هم يبقوا ماشيين كويس ان شاء الله. امبارح لعبوا مع الجزائر وطلعوا 3-2، كان اول شوط الجزائر كسبوه، ثاني شوط والثالث نادي الشمس، ورجع ثاني نادي الشمس يتاخر والمجمع البترولي الرابع والخامس. عندي مشكله ان بعد ما كسبنا شوطين بدأنا شوط ثالث الرابع نتراجع مره اخرى، ازاي ده بيحصل؟ يعني احنا المفروض نادي الشمس كان طالع على الموضوع. يمكن قله برضو خبره اللعيبه هناك صغيره شويه، واحتكاكهم ببطولات افريقيه مش كتير، مش زي طبعا مجمع الجزائر البترولي، فاكيد هو ده الفرق، يعني هو ده اللي بيحاول بيحسم الموضوع شويه للجزائر. خلينا نشوف برضو راي الكباتن معانا محللنا النهارده في نتائج الامس اللي حصلت كلها بين الفرق المتنافسه. هنبدا بالمجموعه الاولى، والجمارك النيجيري مع يو اس اف اي البوركيني، و3-0 للجمارك نيجيري. تقول يا كابتن؟ والله هي نتيجه متوقعه جدا، لان طبعا الجمارك من الفرق الكويسه جدا، واحنا طبعا هنقابلهم بس هي تعتبر احسن بكتير من فرقه بوركينا فاسو اللي هي يو اس اف اي. اعتقد برضو بوركينا فاسو ما عندهاش تاريخ جوه بطولات الكره الطايره. لا لا لا، هو بيبقى يعني اشتراكهم بس حاجه شرفيه مش اكتر من كده. هي كابتن يسرى، البنك التجاري الكيني مع في المجموعه الثانيه كان البنك التجاري الكيني لعب مع دي جي اس بي الكونغولي، وفاز البنك التجاري الكيني 3-0. بس انا اسال كابتن يسرى سؤال، في بطوله من بطولات 2006 تقريبا لعبت البنك التجاري في مدغشقر
مظبوط كده؟ في مدغشقر في الفاينل. في الفاينل. في الفاينل دي آخر توتو آخر بطولة كابتن توتو معايا. خسرت البطولة دي. خسرنا البطولة 3-2 يعني كانت مباراة صعبة جدا حصل فيها تحول شوط انت تكسبه وشوط احنا نخسره كده واحنا يعني حاولنا نعمل اقصى ما نقدر عليه لحد الشوط الخامس وتقريبا النتيجه طلعت 15-13 يعني توتو تعبت قوي في الماتش ده واحنا كنا بنموت نفسنا انت عارف احنا روح الفانيلا الحمراء احنا ما عندناش ما بنرضاش بالمركز الثاني والثالث يعني ده ما بيرضناش شخصيا عشان احنا اتربينا على كده كان اول مره اشوف الحزن الرهيب ده على وجه كابتن توتو دخلت اوضه اللبس وهم كانوا قاعدين بره عمال يقولوا احسن لعيبه في افريقيا تاني توسن وهي قاعده جوه وانا اقول لها اطلعي يا توتو وهي بكاء يعني عمري ما شفتها بكاء يعني في اقصى الاوقات الصعبه عمرها ما كانت بتبكي ولا حاجه ده اول مره اشوفها تاني توسن بتبكي فيها بس يعني هي كده هي رياضه كده رياضه مكسب وهزيمه وكده فيعني حتى احنا بنعلم الولاد الصغيرين لسه بره الملعب احنا دلوقتي بنشجع الاهلي كلنا لا. احنا بره الملعب لا احنا بس الولاد الصغيرين لازم يتعلموا ان هم يعملوا اللي عليهم في التمرين ويتمرنوا كويس جدا ويركزوا وان النادي الاهلي ده على طول لازم يبقى في القمه ونمبر 1 ولازم ندافع عنه نعمل اللي علينا ونسيب الباقي على ربنا هو حب النادي الاهلي مولود جوانا كلنا اكيد حب النادي ده حاجه بتتولد معانا كلنا كلاعبين وكناس كمان بتشتغل في النادي الاهلي ومحبين النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي كلنا كده هي كده كابتن يوسف هي بتتكلم على بطوله من قديم الازل 13 سنه فرق لكن فعلا هي حاسه ايوه بس انا كنت بلعبها وانا عندي 10 سنين دي ايه اللي صح جد ما تقولش بس هي مش عايزه تقول السن كابتن يوسف طبعا اكيد شباب 20 سنه معانا ولسه صغيره اكيد وتقدر تنزل تلعب مباراه ثانيه خلينا نروح لنادي فاب الكاميروني والصيد المصري والخساره 3-0 لنادي الصيد المصري كابتن انجي هو طبعا فاب الكاميروني فيهم بيبقى فيهم محترفين كتير بره يعني عامة بيبقى ليهم احترافات كتير في فرنسا وكده فطبعا ده بيفرق برضو في الخبرة شوية عن الصيد يعني الصيد احنا هنا الدوري محلي شوية هم بيتعملوش معسكرات فده اللي بيفرق الفرق التانية عن الفرق المصرية حيل ونادي اسك الاوفاري لعب مع نكومبو الاوغندي المجموعه الرابعه و3-0 لاسك الاوفاري كابتن شيماء والله يعني هي هم فرقتين يعني اعتقد اسك الاوفاري هو شويه معروف لكن نكومبا مش بيشارك كتير فاعتقد ان يعني هيكون الصراع ما بينهم في ند ما بينهم اكيد في الاشواط في الاشواط فاللي قدر يكمل الاخر هو اللي كسب هو احرز الثلاث نقاط طيب معنا تقرير مهم جدا عن النجم العشرة وترجعوا لنا مرة تانية يستضيف النادي الأهلي على ملاعبه بالجزيرة فعالية بطولة إفريقيا رقم 30 للأندية أبطال الدوري لسيدات الكرة الطائرة خلال الفترة من 14 وحتى 26 من مارس الجاري للمرة الثانية على التوالي تسعى سيدات المارد الأحمر لحظ النجمة العاشرة بعدما حققنا اللقب أعوام 90 99 2000 2003 2007 2009 2015 2016 2018 تأمل الجماهير الحمراء في الاحتفاظ بلقب إفريقيا للعام الثاني على التوالي والوصول للقب العاشر من إجمالي 30 بطولة ليصنع الأهلي تاريخا غير مسبوق كعادته يصعب على منافسيه معادلته أو اللحاق به يشارك في البطولة 17 فريقا وهم الأهلي الشمس الصيد سبورتينج من مصر المجمع البترولي الجزائري قرطاج التونسي وفرق الأنابيب والسجون والبنك التجاري من كينيا فريق فاب الكاميروني فريق كامبالا سيتي ونوكومبا من أوغندا فريق الجمارك النيجيري فريق أسك ميموزا الإيفواري فريق ريفينيو الرواندي فريق دي جي أس بي الكونغولي الأهلي نجح في استضافة البطولة الماضية وسخر كل إمكاناته لخروج البطولة في أفضل صورة ما جعل الاتحاد الافريقي يسارع في الموافقة على طلب الاهلي لاحتضان البطولة على ملاعبه للعام الثاني
على التوالي. زي ما شفنا تقرير عن البطولة وتقرير عن 9 بطولات للنادي الأهلي، خلينا إن شاء الله بإذن الله بإذن الله هنبدأ الحلم اللي مع كل نجمات الأهلي اللي هم هيحققوه بإذن الله إن شاء الله كمان 10 أيام يا رب النصر النادي الأهلي. نتمنى الخير للنادي الأهلي، لكن خلينا نقول في نتائج النهاردة على أرض الملعب. نادي نكوبو الأوغندي يفوز على نادي الشمس 3-2. نادي نكوبو فاز في أول خسر أول شوط 17-25. الشوط الثاني 25-21 نكومبو، الشوط الثالث 25-22، والشوط الرابع يرجع نادي الشمس ثاني 25-11، لكن ينتهي اللقاء لنكومبو الاوغندي بشوط 15-8، نتيجه 3-2 لنادي الشمس. يعني اعتقد النهارده كانت المباراه لنادي الشمس كانت مباراه مهمه يقدر يعدي فيها نكومبو الاوغندي، لكن هو دي حال الرياضه النهارده. خلينا نشوف نروح للماتش الثاني برده، الانابيب الكيني وريفينيو الرواندي، والانابيب الكيني بيفوز 3-0 بنتيجه اشواط 25-19 25-19 25-15. كابتن يسرى رايك ايه في النتيجه النهارده؟ الصراحه يعني مفاجاه كبيره قوي هزيمه الشمس النهارده، بس ده يبين لنا ايه؟ يبين لنا ان احنا لازم ندخل كل ماتش واحنا ما نستقلش بالمنافس بتاعنا، لازم نخش الماتش مركزين عشان نكسبه من اوله لاخره، ما يجيش وقت نضعف فيه او وقت تركيزنا يفك فيه. فلازم دي رساله للنادي الاهلي ان مهما حتى لو مهما ماتشاته كانت في الاول اول ماتش او تاني ماتش ضعيف، ما نستقلش بالمنافس دايما، نلعب بالقوه. طبعا اي مباراه بتنتهي 3-2 الفريق الفائز بياخد نقطتين كويس. والفريق المهزوم بياخد نقطه. فدلوقتي نادي الشمس معاه نقطتين كويس. بس هي توتو كده يعني، او فريق الشمس لازم يكسب الماتش اللي هو بتاع البريزنس السجون، والسجون دي من السجل اللي حضرتك قريته في الاول من الفريق من الفرقه العظيمه في افريقيا، فاعتقد مرشحه وبقوه طبعا، بس طبعا بعد النادي الاهلي ان شاء الله يعني. ان شاء الله عجبني القوه اللي بتتكلمي فيها. لا ان شاء الله هنكسب باذن الله ان شاء الله يا رب. طيب خلينا بقى نروح بقى نسيب كل النتائج ونسيب كل حاجه ونخش على فرقه النادي الاهلي وكابتن حمدي الصافي. كابتن شيماء، كابتن حمدي، خسرنا بطوله عربيه وكان مباراه مع قرطاج التونسي في الفاينل، وكل الناس تقريبا زعلت عن المباراه، والنهارده النادي الاهلي بيقول هو بيعوض لجماهيره البطوله دي، رايك ايه؟ طبعا الضربه اللي ما بتكسرش بتقوي، فانا اعتقد ان كابتن حمدي الصافي ان شاء الله عنده العزيمه، وبرده هم كانوا اجتمعوا مع كابتن محمود الخطيب، ودي كانت يعني خطوه حلوه جدا وعلت كتير من نفسيه اللاعبات. هم فعلا نسيوا كل اللي حصل في البطوله العربيه وبداوا صفحه جديده خالص، وتعهدوا ان هم ان شاء الله هيحصلوا على البطوله دي باذن الله. وده مش جديد على النادي الاهلي، يعني احنا دايما ما بنخليش حاجه توقفنا، دايما في انتصارات، دايما في احسن، فان شاء الله باذن الله ربنا معاهم ويبقوا ابطال الذهب ان شاء الله. نجمات التحليل خلونا نلعب في الملعب، يعني هم كلهم سخنين جدا على المباراه، عايزين يلعبوا هنا في الاستوديو، حاسس ان احنا رايحين في حته ثانيه خالص، هنشجع بقلب باذن الله اول مباراه أو تبدا. نلعب يعني هتلعبوا او نلعب بقى. عايز تلعبي ولا ايه؟ قولي لي عايز تلعبي؟ نلعب على فكره، احنا ستيل بنلعب ما بين وقت للتاني، ما بين وقت لو اي حد عايز نلعب نلعب برضه. كابتن انجي، نبدا ونشوف فرقه النادي الاهلي النهارده بتعتمد على ايه مع فرقه زي كانون الكونغولي، ورايك ايه فرقه كانون الكونغولي؟ فرقه النادي الاهلي طبعا اول حاجه المفروض التركيز، نبدا تمركزين، ما نستهينش خالص بخصم اللي قدامنا، حتى لو خصم ممكن يكون مستواه اضعف مننا. احنا دلوقتي المفروض اللي احنا بدايتنا الاساس بتاعنا استقبالنا اتظبط، يبقى رفعنا مظبوط، يبقى ضربنا مظبوط، فاحنا اساسنا ان شاء الله نبدا بالاستقبال بتاعنا يبقى كويس، ارسالنا برده لازم يبقى جامد. الفرق عامه الافريقيه بيبقى استقبالهم الناحيه الثانيه بيبقى ضعيف، لو ارسالاتنا جامده فده بيفرق معانا احنا في السكور، وتلاقينا ان شاء الله كسبنا بسهوله يعني المباراه باذن الله. كابتن يسرى، ليه دايما في لعبه الكره الطايره الاستقبال هو اهم لعبه في الماتش؟
هي الكرة الأولى عموما لو الكرة الأولى طلعت بالشكل أو بالطريقة المناسبة المعدة بسهولة جدا هتقدر تعد وتفكر لو الكرة جاية لها مظبوطة هتقعد تبص على البلوك الناحية التانية حائط الصد الناحية التانية وهتقدر تركب الفنت بتاعها اللي هي تخلخل بيه حائط الصد الناحية التانية والهجوم بتاعنا يبقى قوي. فهي الكرة الأولى هي مش أهم حاجة، هو إحنا لعبة الكرة الطايرة لعبة جماعية بتتكون من استقبال وإعداد وضرب وحائط صد ودفنس، فكله بيكمل بعضه. فانت لو عندك مهاره وقعت هتاثر على كل المهارات الثانيه بس. فيعني لكن ان شاء الله انا بتمنى زي ما كابتن انجي قالت وحضرتك ان شاء الله النهارده يبقى ارسالنا قوي، فاللعيبه تلعب بمزاج نقدر السكور يبقى فيه فرق عالي، فالشوق بقى تتالق وتبدع النهارده ان شاء الله يا رب باذن الله. شيماء كلهم اتكلموا على الارسال ما اتكلمناش على الضرب، وانت ضريبه اشمعنى الضرب ده وهو اهم حاجه اللعب الضارب أربعة أو الأبزل. الضرب المفروض ان هو بيكون يعني تكملة للمهارتين اللي قبليه اللي هو الاستقبال والإعداد، فلما الضريب بيشوط شوطة وبيجيب منها نقطة طبعا فده بيكلل مجهود اللي استقبل صح واللي عدد صح، فطبعا بيكون لي الأولوية. فطبعا إحراز الهدف انت عارف ان في فرقة الكرة الطايرة او لعبة الكرة الطايرة دايما المفروض ان احنا اهم حاجة الضارب، حتى دايما الضارب هو المشهور، دايما الضارب هو المشهور والمعد طبعا لان هو اللي بيعدله الكره، هو المستقبل دايما بتاع الكره ده هو يعني المظلوم شويه. مظلوم شويه صح؟ لا ليه، ما عندنا مريم مصطفى ما شاء الله واخده كؤوس احسن ليبرو في افريقيا كتير، وقبليها ساره طلعت معروفه جدا. أيوة بس يعني عندنا ليبروهات وائل العادي. لا بس عايز اقول لك بس حاجه يسرى عبد الكريم، البصيره والضريب، انا بكلم مع شيماء، البصيره والضريب هم اهم اثنين في الملعب. لا يعني الحقيقه لا والله عمرنا ما حسينا بكده. اللي بيحط الجون هو اللي بياخد السوكسي كله. بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه، عمر ما يعني احنا الحمد لله ربنا كرم ولعبنا مع لاعبات عظام جدا، عمر ما لعبت مع حد وحسسنا ان هو اللي بيخلص وهو القائد وهو الاسطوره يعني. لا هو على طول بيحسسونا ان هو، لا حتى تلاقي الضريب بيضرب بعديها بينزل بيسلم على المستقبل واللي بيرفع له. اكيد احنا بنهزر في الكلام ده اكيد ده روح نبقى. وبعدين لو ما جوش قالوا رفع حلوه مش هيترفع لهم تاني. فكره برضو من الناس المهضوم حقها لعيبه الثلاثات. ثلاثات اه والله. ليش معنى لعيبه الثلاثات؟ علشان يعني هم بيبقوا هم الاساس في الملعب، يعني هم اللي بيعملوا الفنتات، كل الفنتات بتتركب عليهم هم، وهو ممكن ما يبقاش ظاهر زي لعيبات الاطراف. كنتي ظاهره جدا. لا طب خلينا بقى خلينا نهدي الملعب شويه، خلينا نروح لزميلنا محمد توفيق من ارض المباراه عشان الاجواء قبل افتتاح البطوله الافريقيه الافتتاح الرسمي لبطولة أفريقيا رقم 30 في النادي الأهلي. متابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان، ان دقائق وتنطلق البطولة الأفريقية الثلاثين للأندية الأفريقية البطلة للسيدات لكرة الطائرة بمشاركة 17 فريق من 12 دولة أفريقية. يمكن النادي الأهلي دي المرة السادسة اللي بنظم فيها البطولة، يمكن ده كان أكبر عدد من المرات اللي فيه فريق بنظم فيها البطولة بالاشتراك مع الاتحاد الكينيا. يمكن النادي الاهلي لما بينظم البطوله في مصر والنادي الاهلي هو القائم بالبطوله باكملها، لكن كينيا نظمت قبل كده البطوله 6 مرات ولكن كان عن طريق الاتحاد الكيني للكره الطائره. يذكر يا كابتن خالد ان البطوله السنه دي كل الفرق اللي سبق لها الحصول على اللقب بتشارك كلها في البطوله، وده دليل على ان البطوله قويه على المستوى الفني، بجانب طبعا التنظيم الاكثر من رائع من النادي الاهلي اللي عودنا دايما يبقى عند المواعيد الكبرى ودائما بيشرف مصر كلها بتنظيم البطولات على اكثر ما يكون. يمكن الملاحظه الثانيه ان الفريق الوحيد اللي سبق ليه الفوز بالبطوله ولكن لا يشارك هو فريق الافريق التونسي. كان فريق الافريق التونسي كان حصل على 4 ألقاب للبطوله، هم اول 4 بطولات لعبوا البطوله وكانت بتنظمها تونس، والنادي الافريقي من اول 86 لحد سنه 89 هو اللي فاز بال4 ألقاب، ولكن هو الفريق الوحيد اللي مش بيشارك في البطوله. لكن النادي الاهلي طبعا يبقى هو صاحب النصيب الاكبر من عدد الفائزين بالبطوله، 9 بطولات من قبل، وان شاء الله تحلق الطائره الاهلاويه وان شاء الله تحصل على النجمه العاشره في هذه البطوله. التنظيم بشكل اكثر من رائع كعاده النادي الاهلي دائما، نتمنى على المستوى الفني كمان فريق النادي الاهلي يبقى عند الموعد وهو حامل لقب البطوله ويحقق البطوله للعام السنه على التوالي، ويكون دي البطوله والنجمه العاشره زي ما بنقول طائره الاهلي دائما تحلق في السماء لتخطف النجمه العاشره باذن الله. الحضور الجماهيري في المقصوره او في الملعب يملا جنبات الملعب بشكل اكثر من رائع، التنظيم كويس، لحظاته هيبتدي حفل الافتتاح ان شاء الله هيكون حفل بسيط لكن كمان يعني زي ما بنقول هيمثل
التراث المصري. والنادي الاهلي يمكن التنظيم هنا في الصاله جميل جدا، الامور كلها بتسير على خير ما يرام، الدخول وخروج سواء الجماهير او المدعوين او الفرق او مجالس ادارات الفرق او الوفود الافريقيه المشاركه، كل الناس يمكن بتثني على تنظيم النادي الاهلي والشكل الرائع ان شاء الله اللي هيخرج بيه اليوم النهارده ويخرج بالبطوله بشكل عام، وان شاء الله تتوج جهودنا كلها والنادي الاهلي يفوز ان شاء الله في النهايه بالبطوله ويحقق النجمه العاشره كعاده فريق الطايره للانسات في الاهلي دائما. شكرا زميلي محمد توفيق على التقرير الجميل وتقول لنا كل اجواء الملعب، لكن النهارده الملعب ان شاء الله بيستضيف 300 من الجمهور، تاني مره بكرر جمهور النادي الاهلي هو السند الحقيقي للنادي الاهلي في البطولات. نتمنى ان الجماهير تلتزم، نتمنى ان في قله من الجماهير ممكن تكون عايزه تقول اي حاجه نتمناها، ما تقولش اي حاجه، تشجع النادي الاهلي بس، بلاش الكلام الزياده، خلينا نشجع نادينا ونشجع بطلاتنا ونشجع نجومنا في الالعاب عشان نقدر نحقق بطولات مهمه جدا جدا للنادي الاهلي. كابتن يسرى لو رحنا لتشكيل النهارده النادي الاهلي على ارض الملعب، لو انت مكان كابتن حمدي الصافي هتشكلي وتنزلي مين في الملعب؟ هو كابتن حمدي الصافي بيبتدي بدايه معروفه يعني، شوف وقت صناعه الالعاب، كابتن نهله سامح كابتن الفريق والعمود الفقري بتاع الفريق، لعيبه مركز اربعه ومعاها كاترين المحترفه، الكروس بتاعها مركز اربعه، مركز ثلاثه هتبقى فريده العسقلاني، مريم متولي طبعا نجمه النجوم كروس صناعه الالعاب واحسن لعيبه في افريقيا كابتن ايه الشامي. خلينا كابتن يسرى قالت التشكيل، لكن خلينا نشوف تشكيل النادي الاهلي النهارده على ارض المباراه وترجعوا لنا مره ثانيه. طب خلينا يجهز بس يجهز على طول وترجعوا لنا مره ثانيه. طيب خلينا شيماء النهارده باذن الله لو شايفه النهارده كابتن حمدي صافي يقدر يلعب بمين من وجهه نظرك عشان يقدر يخلص المباراه، لان اعتقد في الفرق او المستوى ضعيف جدا بين النادي الاهلي حامل 9 ألقاب ونادي كانون الكونغولي. انا في اعتقادي ان لازم كابتن حمدي يبدا بالفرقه كامله بقوته كامله علشان يقدر يكسب بطريقه كامله، ما يبقاش في اي مجال ان احنا نضيع اي نقط، ودي كنوع من ان احنا نقدر نعوض اللي حصل في البطوله العربيه، فلازم بدايتنا تكون بدايه قويه ان شاء الله باذن الله، بدايه قويه او بدايه باذن الله تكون بدايه جميله، لكن بتتكي على الارسال جدا وبتقول ان الارسال مهم جدا في اول المباراه. طبعا هو اول مفتاح الفوز ان شاء الله النهارده الارسال بتاعنا القوي، طول ما ارسالاتنا قويه الماتش هيعدي ان شاء الله بسهوله خالص. خطط الملعب عندكم ممكن تكون الخطط شكلها ايه بارقام انتوا عارفينها بتلعبوها ازاي؟ خمسة واحد تقريبا، البصير بيكون واحد والخمسة ضريبة يعني خمسة واحد يعني برضه مش حافظ الامور قوي زيك، لكن عايزك تشرحي لي. لا احنا بنلعب خمسة واحد عامة، احنا المفروض اللي هي شروق صناعة الالعاب، الخمسة التانيين المفروض اللي هم ضريبة كلهم عندهم القدرة ان هم يضربوا امامي او خلفي، في عندنا في لعيب اللي هو المركز سنتر بلوك او التلاتات ده بيغير في الخط الخلفي مع الليبرو، ده بس اللي ممكن ما يهاجمش من ورا، لكن احنا بقيه الفرقه كلها ممكن تهاجم خلفي وامين. هي الليبرو دوره مهم جدا، فده حاجه مهمه جدا طبعا. دور الليبرو ايه في الملعب؟ دور الليبرو ان هو بياخد مساحه كبيره من الملعب في حاله الاستقبال، بيعتمد عليه اعتماد كلي، فبيطلع الكره الاولى كويسه وبالتالي الرفع بيبقى كويس، الاعداد بيبقى كويس، فالهجوم بيبقى كويس. اكتر لعيب بيبقى المفروض رد فعله عالي جدا، بيقدر يعمل كفر لو الكره اتاخدت بلوك، بيقدر عنده سرعه رد فعل، فبيقدر تاني الكره ما تنزلش في ارض الملعب، بيحاول يدافع، بيحاول لو في الفرق المنافسه لينا عندها ضربات على اعلى مستوى بيبقى دارس قبل ما ينزل الملعب، المدير الفني بتوجيهاته بيبقى له كل ضريب اتجاهات ضربه ايه، وهو اكتر واحد بيقدر يقف في المكان المظبوط وبيدافع عن الملعب يعني. فطبعا مريم مصطفى وندى وليد ليهم دور كبير معانا. انا بس يعني بما اننا بنتكلم على فريق الاهلي فاحب اقول ان النادي الاهلي بيفتقد لعيبه مميزه جدا، رحمه حسن ربنا يشفيها ويعافيها طبعا اصيبت في المعسكر التدريبي، وطبعا هيبقى فيه طبعا يعني مكانها هيحاولوا يعوضوه، بس اعتقد غياب رحمه برده يعني هياثر شويه وفي برده اعتقد ياسر امين
طبعا دي طبعا نوري ياسين ودانا شوي دول من السنه اللي فاتت، بس رحمه يعني ما كانتش في الحسبان الصراحه. يعني احنا عندنا لاعبات مركز اربعه، نهله سامح، ساره امين، وكاترين، هم الثلاثه ومعاهم رحمه حسن. دلوقتي رحمه اتشالت، فدلوقتي يعني ايا كان كابتن حمدي هيبتدي بمين، هم الثلاثه طبعا على مستوى عالي وكلهم عندهم خبره عاليه جدا، بس طبعا وجود رحمه كان هيزيد الفرقه قوه. كابتن شيماء، نهله سامح خبره الفريق جوه ارض الملعب ورمانه الميزان. اشمعنى رمانه الميزان؟ اولا هي كابتن الفريق رقم واحد، ضاربه من مركز اربعه، ضربها وتاثيره والنقط اللي بتحققها دايما بيشد من ازر الفرقه اللي قدامها، ودايما عندها حته بتفكرني برضو بكابتن تهاني توسن، ان هي دايما بترحب دايما بالناس الجديده اللي موجوده في الفرقه. يعني عمرها ما بتحسسهم برضو ان هم لسه صغيرين، لا بالعكس دايما هي بتشجعهم، تسلم عليهم، تضحك في وشهم، فلا يعني هي كابتن بكل معنى الكلمه. نهله سامح في الملعب، شريهان سامح محلل تقني، بالظبط كده. الاختين هي برضو شريكه كابتن الفرقه مظبوط؟ ايوه قبل ما تعتزل. بس أيوة. طبعا شريهان برضو انا ما يعني ما اعرفش شريهان معرفه شخصيه قوي، بس انا في الفتره الاخيره ابتديت اتعرف عليها، شخصيه لطيفه جدا ومحترمه جدا، وبرضو فيها نفس روح نهله، يعني تحس ان هم بيكملوا بعض. تمام بالظبط. ايه الاوكرانيه كاترين اخبارها ايه؟ تقولي عليها ايه في الماتشات؟ اتاقلمت مع النادي الاهلي بسرعه، متواجده بقوه؟ لا هي ماشيه كويس مع النادي، برضو شايله معاهم كتير كاستقبال وضرب. هي من اللاعبات المميزات اللي جم في الفتره الاخرانيه للنادي الاهلي كاحتراف، يعني اعتقد ان هي لو كملت وبقت على مستواها زي ما احنا متعودين هتفرق كتير برضو مع النادي ان شاء الله. باذن الله هتفرق، كلهم هيفرقوا، كلهم نجمات باذن الله في المرحله اللي هي 10 ايام بطوله افريقيه، بطوله مهمه جدا. خلينا نروح للزميل محمد توفيق من ارض الملعب مع كابتن رؤوف عبد القادر مدير البطوله الافريقيه ومدير النشاط الرياضي، وترجعوا لنا مره ثانيه. اهلا بيك مره ثانيه كابتن خالد، متواصل مع حضرتك وتغطيتنا الافتتاح ومباراه الافتتاح النهارده من البطوله الافريقيه للكره الطائره للسيدات، وبيكمل لقاءاتنا ومعانا كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي ومدير البطوله النهارده، يطلعنا على اخر الاستعدادات وشكل النهارده اليوم هيمشي ازاي باذن الله. كابتن رؤوف، يعني الاول بنقول لك الف مبروك على الاداء الاكثر من رائع والمنظر اللي شايفينه جوه في الصاله، سواء من الناحيه التنظيميه او كل حاجه متوفره والناس كلها وكل الفوت بتثني على التنظيم. يعني كلمنا النهارده عن اليوم والدنيا ان شاء الله هيبقى شكلها عامل ازاي، وكعادتكم دايما في النادي الاهلي مطمنين وعارفين ان حاجه تطلع بشكل مشرف. يعني الحمد لله، يعني النهارده بدايه العرس، في البدايه طبعا بحيي الكابتن خالد العوضي، بقول ان حفل الافتتاح يعني احنا تعبنا فيه كتير جدا، يكفي ان انا اقول السهر كان لغايه 6 ونص فجر اليوم بيعملوا البروفات للاعداد، ورجعوا تاني الساعه 12 الظهريه عملوا البروف جنرال. يعني كل صغيره وكبيره، الحقيقه رئيس اللجنه الدكتور محمد سراج، وطبعا اللي تولى هذا الموضوع كله المهندس فريد مبروك. صحيح هو مش هيبقى الوقت بتاعه طويل قوي، لكن اعتقد ان هو حاجه اعتقد انها جديده. مستني اعرف اراء الكابتن خالد العوضي والساده المشاهدين في حفل الافتتاح اللي ارجو ان هو ينول القبول. كابتن رؤوف، يمكن كل الوفود المشاركه يعني الناس كلها بتتكلم بشكل اكثر من الناس سابق ليها انها جت هنا والنادي الاهلي كان منظم البطوله السابقه، لكن النهارده كمان واليوم النهارده الفرقه كلها يعني كلها شكلهم راضيين اكتر، واتكلمنا معاهم راضيين اكتر على التنظيم كمان السنه دي. يعني الحمد لله، يعني ربنا يجعلنا سبب ان احنا تملي النادي الاهلي اذا عثنا نادت اليه اي بطوله فهو عنوانها النجاح واشاده الساده الضيوف. وزي ما انا قلت في حفل القرعه او التكنيكال ميتنج الاجتماع الفني، قلت لهم احنا لا نبحث عن نتائج، احنا اهم حاجه ان احنا بنبحث عنها ان احنا ناخد راي الساده الضيوف، وده الواجب الاساسي، لان يعني الكوس مليانه في خزينه النادي الاهلي. وباذن الله احنا طمعانين باذن الله الفرقه بتاعتنا البنات البطوله هتبتدي النهارده والولاد كمان 12 يوم، طمعانين في كل الكؤوس، ولكن احنا نبحث عن التنظيم الجيد دائما، وده عنوان النادي الاهلي اذا اسندت اليه تنظيم اي بطوله. يعني
كابتن رؤوف، يعني شايف ازاي بقى البطوله من الناحيه الفنيه؟ البطوله كل الفرق اللي سبق وفازت بالبطوله باستثناء الافريقي التونسي مشاركه في البطوله دي. النادي الاهلي معاه 9 القاب، الانابيبي الكيني معاه 7 القاب، كمان السجون الكيني 5 القاب، وفي فرق اكتر من فرقه فازت بالبطوله بلقب واحد قبل كده. شايفها ازاي فنيا في الملعب والمتعه اللي بتوعد بها الجماهير؟ يعني اعتقد ان الحمد لله الفريق بتاعنا فريق النادي الاهلي استعد جيدا قبل هذه البطوله من خلال معسكر في دولة صربيا. زي ما حضرتك قلت المنافسة قوية، وجود الفرق الكينية الثلاثة البايب لاين وكوميرشال بانك وبريزونز، دول زي ما حضرتك قلت سبق لهم الفوز بهذه البطولة أكثر من مرة. ده بالإضافة إلى عموما أن الفرق شمال أفريقيا وبالتحديد فرق تونس أيضا يمكن ما لهاش نصيب في الأونة الأخيرة بالفوز بهذه البطولة، ولكن بداية هذه البطولة مع انطلاقها في التسعينات كانت البداية من الأندية التونسية. والنهاردة في فريق قرطاج اللي مشارك النهاردة، لسه المباراة بتاعته منتهية، بقول انه فريق جيد جدا واعتقد انه هيكون منافس قوي لفريق النادي الاهلي على البطولة بإذن الله. يمكن وعدته ان شاء الله ان جمهور النادي هيكون موجود ومساند فرقته في البطوله، وبالفعل الوعد تحقق. شايفين الصاله شكلها اكتر من رائع، والجمهور دخل بشكل مشرف والناس كلها مبسوطه ومرتاحه، والدخول كان بسهوله ويسر. يعني تقول ايه الرساله اللي بتوجهها لجمهور النادي الاهلي من خلال البطوله؟ يعني بقول لكم ان المدرجات عطشانه ليكم، انتوا وجودكم ضروري ومهم لينا، انتوا اللاعب رقم واحد طول عمركم. يعني من ساعة ما دخلت النادي الأهلي لغاية النهاردة جمهور النادي الأهلي هو اللاعب رقم واحد، وعودته لمكانه الطبيعي. أرجو أن احنا نحافظ على هذا المكان، بناشد جماهير النادي الأهلي المحافظة على وجودها داخل المدرجات، لأن فرق النادي كلها جماعية محتاجاكو، ألعاب الصالات كلها محتاجاكو. فنرجو أن هم التشجيع يكون بالصورة المثالية كما عهدنا فيهم دائما، وباذن الله يكونوا وراء فرقهم حتى يتحقق النصر باذن الله. شكرا كابتن، بالتوفيق ان شاء الله، وان شاء الله تكون بطوله ناجحه كعادتكم في النادي الاهلي. شكرا. كابتن خالد، ده كان لقاءنا مع كابتن رؤوف عبد القادر مدير البطوله، وان شاء الله بنرجع لك تاني في قادم المواعيد، ونوعدك بتغطيه من هنا ممتازه زي التنظيم والاداء الممتاز هنا من اللجنه المنظمه للبطوله. كلمه ليك كابتن خالد. شكرا زميلي محمد توفيق. زي ما انت شفته كابتن رؤوف بيتكلم على افتتاح وبيتكلم على التنظيم، احنا متاكدين يا كابتن رؤوف ده ردا على حضرتك، النادي الاهلي بينظم اعظم بطولات وبينظم بشكل مختلف تماما عن اي حد في مصر، ودائما وابدا النادي الاهلي هو رقم واحد في احضار البطولات الى مصر، وهو وجهه مشرفه جدا 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 لبلدنا. نتمنى ان شاء الله باذن الله ان كل الفرق تكون راضيه عن التنظيم وعن الاستقبال وعن الاقامه في الفنادق، وباذن الله بطوله اهلاويه في الاخر. حفل افتتاح ان شاء الله حفل افتتاح يليق باسم النادي الاهلي، متاكد من ده، في فيلم مهم جدا هو تاريخ الكره الطايره لسيدات النادي الاهلي وحصولهم على 9 كؤوس افريقيه. دي حاجه جديده فعلا. كان لسه امبارح لغايه الساعه 5 الفجر انا سايب النادي الاهلي امبارح 5 الفجر مع دكتور محمد سراج رئيس اللجنه العليا المنظمه للبطوله، والاستاذ وليد مبروك المسؤول على لجنه الافتتاح والختام. كانوا قاعدين هم والشباب بيشوفوا الرتوش النهائيه لحفل الافتتاح باذن الله اهلاويه ان شاء الله. نروح لكابتن انجي الشامي عشان نبتدي نتكلم على حاجات مهمه جدا. كابتن انجي، كل الالعاب مهمه جدا عندكم، استقبال وارسال ولكن دايما تاني برضو هرجع نفس السؤال، ولكن استقبال الكره في الكره الطايره هو اهم استقبال واهم لعبه عندنا موجوده باللاعبات الموجودين. يمكن عشان زي ما كابتن يسرى قالت برضو اللي احنا الكره الاولى بالنسبه لنا هي اساس مفتاح اللعبه بالنسبه لنا كويس. فهي مجرد ان احنا الكره الاولى بتبقى واصله للباسير كويس، الباسير بيقدر يفكر ازاي هيقدر يعمل الشغل بتاعه، يقدر يشوف فنتات ويشوف البلوكات من الناحيه الثانيه، ايه البلوك اللي ممكن يبقى ضعيف او ايه البلوك اللي ممكن قصير يقدر يلعب عليه. برضو احنا عندنا من يعني احنا عندنا برضو في فرقتنا في النادي الاهلي عندنا من ناس كتير مميزه في الاستقبال، منها نهله سامح، برضو عندنا كاترين كويسه، طبعا مريم مصطفى هي الليبرو وهي احسن ليبرو في افريقيا وفي الكره العربيه. فطبعا دول ان شاء الله يفرقوا، ومجرد الاستقبال بتزبط خلاص الشروق تبدا ترفع لاي حد او تتعامل مع الناس كلها زي ما هي شايفه. بسالك سؤال، الناحيه الثانيه فرقه كانون بيكونوا موجهين اللعب على اتجاه معين على لعيبه معينه مثلا في الاستقبال ان هو يشوط السيرف ناحيتها،
هو بكل انواع السيرف طبعا. هو طبعا هي فرقه ممكن كانت شويه مش هتبقى دارسه او مش هتبقى يعني ما عندهاش القدره اللي هي تبقى زينا او احنا مركزين على حد معين نقدر نلعب عليه ارسال. ما اعتقدش ان هم عندهم السكاوتنج اللي هم يعملوا كده. بس هو لو هم هيجوا عندنا مش ان شاء الله مش هيلاقوا فينا صغره يعني في الاستقبال ان شاء الله. بس هو عموما اي فرقه ما بتحاول توجه ارسالها بعيد عن الليبرو عشان الليبرو ده بيبقى اكتر واحد مميز في حاله الاستقبال. فحتى يعني التعليمات بتيجي من المدير الفني في الاول، احنا مش عارفين الفرقه اللي قدامنا قوتها عامله ازاي، فبنحاول نبعد عن الليبرو. بعد كده بقى لو لقينا الليبرو ضعيف نلعب عليه، بس غالبا الليبرو بيبقى قوي. بس دايما احنا بعد اذن حضرتك كنا دايما اول حاجه تتقال لنا العبوا على ضريب مركز 4 الامامي. اشمعنى؟ اولا احنا بنعطله يعني هو المفروض ان هو احسن لاعب فيهم دايما اللاعب رقم 4 الضارب من مركز 4، فاول ما بيستقبل الكرة فبيرجع شويه لورا يطلع شويه لقدام، فممكن يختلف يقلل سرعته شويه بحيث ان هو ياخد خطوات الضرب عشان يطلع يضرب. فهم بيضربوا يعني لما بوجه الارسال بتاعي دايما بوجهه ناحيه لاعب مركز 4 على اساس بعطله شويه بحيث ان هي حتى صانع الالعاب ممكن يرفع له او يغير يعني لما بنكون حاسين ان هو ده الاساس بتاع فرقته. بس برضه يا كابتن شيماء دلوقتي احنا في ناس كتير في مركز 4 دلوقتي استقبالها بيبقى كويس، بس الناحيه الثانيه بتبقى الضرب ما بقاش جامد زيها. هو دايما اعتقد يا كابتن انجي يعني هو بيكون الجدل بينهم ان بتحطوا اول سيرف او اول شوطه اللي هو السيرف بتاعكم على المكان الضعيف في الملعب اللي هو ما يقدرش يستقبل الكره كويس عشان ما يقدرش يرفع كويس. كابتن يسرى المعد بيكون عليه دور، وانت كنت من احسن معدين في افريقيا ويعني القاب كتيره، مش هنقعد نقول القاب عشان انت عارفه انت القابك لو قعدنا نتكلم برده فيها زي كابتن تهاني كده. لا مش ما تجيش جنبها حاجه يا كابتن تهاني. ربنا يكرمك. لكن برده انت معده الكره وهي جايه لك تلقطي ازاي؟ تعرفي ازاي؟ تشوفي ازاي عايزه تلعبيها على 4، عايزه تلعبيها على اوبس، عايزه تلعبيها على ورا، ازاي الوضع؟ البلاي ميكر في الاول بيبقى بيختاروه ان هو بيبقى حركته سريع يعني مصحصح دايما لماح، تلاقيه متابع كل حاجه كده، ما فيش حاجه بتعدي من جنبه يعني بيبقى عارف كل حاجه بتحصل في الاستوديو. بس ده بيجي بالتدريب برضو. بمناسبه التدريب فانا اللي وصلت بيه ده ما وصلتش بيه لوحدي. انا اتمرنت على يد مدربين عظماء جدا، كابتن محمد شعراوي، كابتن نور عطيه، ومدير النشاط الرياضي كابتن رؤوف عبد القادر، ده صاحب الانجازات الكبيره جدا في تاريخ الكره الطايره في النادي الاهلي. سطر لا الحقيقه كل اللاعبات اللي قدامنا، لا الحقيقه هو سطر يعني تاريخ كبير وبطولات كبيره جدا، وعمل كان بيهتم بالناشئات وبيطلع من الناشئات للفريق الاول، يعني طلعني للفريق الاول وانا عندي 13 سنه، ما دخلتش الملعب على طول، كنت بتمرن معاهم بلم لهم كور، بتعلم منهم، بتعلم يعني ايه احتراف، بتعلم يعني ايه لعيبه كبار، بتعلم يعني ايه مدير فني. كان صراحه بيتعامل معانا ان احنا بيعلمنا كل حاجه، فيعني كتر خير يا كابتن رؤوف في كل اللي انت عملته لنا وقدمته لنا، كتر خير كل المدربين اللي شاركوا فينا صراحه. اكيد اكيد لما بتشكر بطولات افريقيا لازم نشكر كابتن رؤوف عبد القادر ان هو حاصل بطولات افريقيا كثيره من 9 بطولات، كان جيل ذهبي فعلا بالنادي الاهلي، وكان هو كابتن رؤوف كان المدير الفني للنادي الاهلي، وكل نجمات التحليل اللي معانا النهارده ومعانا بكره اتمرنوا على ايد كابتن رؤوف عبد القادر. شكرا كابتن رؤوف عبد القادر. شيماء لو رحنا لارض الملعب تاني النادي الاهلي وهو بيتهاجم عليه من كانون، ايه الوضع او ايه الوضعيه الصحيحه للدفاع عن ارض النادي الاهلي؟ والله هو وضعيه الدفاع بمعنى ان هم لو بيشوطوا علينا مثلا احنا ازاي هنعمل ايه؟ يعني معنى ان رقم 4 ضريبه 4 من الكانون بيطلع، بنقفل ازاي، بنشتغل ازاي من الخط الخلفي وكل الكلام. اولا احنا المفروض بيكون عندنا دايما دبل بلوك على الاطراف. كويس. لعيب السنتر بلوك بيدخل مع اللعيب رقم 2 اللي هو الضارب من 2، يعني نقول اسمائهم تقريبا مين عندنا؟ احنا عندنا طبعا ايه الشامي، بينضم جنبها فريده العسقلاني او مريم متولي. هايل. اوكي. ومن الناحيه الثانيه برضو فريده العسقلاني او مريم متولي بتجنح او بتقفل مع الضارب رقم 4 اللي هي نهله او كاترين. كويس. تمام كده. أمين. وفي طريقتين للدفاع عن طريق البلوك، يا اما بسيب الخط مفتوح فبالتالي الليبرو ورا بيقف على الخط او بيبقى مظبط نفسه بحيث ان لو كوره مثلا عملت تاتش بلوك ان هو يقدر يجيبها، او ان احنا بنقفل الخط. لو قفلنا الخط فالليبرو بيطلع قدام شويه ويجي مركز 6 من ورا اللي هو اللاعب الثاني في مركز 4 ويبتدي يجنح على ناحيه الشمال شويه بحيث ان هو يلحق الكور لو اتشاطت، او ان هو ممكن في طريقه ثانيه للدفاع ان
المركز أربعة اللي هو ضارب من ورا بيبتدي يروح ناحية اللي بيعمل ديفنس من مركز اتنين ورا مركز واحد. كان دايما زمان على حسب بتفرج على الفولي لغايه وقتنا هذا اقفل الخط اقفل الخط ليه كده الزاويه يعني بتبقى اصعب شويه الديفنس بيبقى اصعب شويه من الزاويه. الزاويه الكوره بتبقى ليها مده اطول شويه من الخط. الخط بيبقى ستريت دي ده الديفنس بيبقى اصعب دايما حتى يعني دايما بيبقى غالبا تبقى الليبرو هي اللي واقفه او طبعا كابتن يسرى عبد الكريم يعني لا كابتن يسرى دلوقتي موجوده معانا مين يقف في الملعب النهارده يقدر يقفل الخط بتاع النادي الاهلي. هو احنا غالبا بنبقى قافلين الخط كبلوك يعني احنا 90% مننا بيبقى قافلين الخط كبلوك. هو قفله البلوك كده والشبكه كده انت بتقفلي الخط ده بقفل الخط اللي هو بالظبط بقفل الخط اللي هو جنب الانتنة جنب الانتنة وبسيب الزاويه. الزاويه مدتها يعني الكوره بتبقى فيها اطول شويه فالديفنس ممكن يبقى اسهل شويه من المساحه بتطول لما بتشوت بتاخد الزاويه لما بتشوت كده بيبقى بالزاويه فمساحه الملعب بتبقى قدامك فرصه طويله ان انت تتوقع الكوره لكن وانت بتشوت على الخط المسافه بتبقى قصيره فبتحتاج رد فعل اسرع فاحنا بنحاول ندافع عنها عن طريق البلوك الاول لو عدت من البلوك يبقى الديفنس الخلفي هو اللي بيحاول يجيب الكوره. انت كنت ناسي اسال السؤال المهم قوي في حياتي هو انت وانت طالعه تضربي الكوره تضربيها التاتش وتقصدي تضربيها عشان تطلع بره الملعب ازاي؟ لو البلوك جامد عالي قدامي ممكن يبقى صعب عليا يتاخد مني بلوك فانا غالبا بيبقى الضربه على التاتش بتبقى نقطه مباشره ليا. انت قصدها تضربيها تاتش تبقى مقصوده عشان البلوك قفل قدامك الشبكه خلاص احنا مقفوله طالما الكره مزنوقه في البلوك مقفول زاويه وخط طب خلاص انا الحل البديل يا اما هحط بليس يا اما هضربها على التاتش فالتاتش دي اسهل حاجه لانها نقطه مباشره ليا. ما عملتيش تاتش قبل كده وبتنزل جوه الملعب عندنا؟ تحصل سايق. خلينا نخرج للزميل تاني محمد توفيق زميلنا من ارض الملعب مع الاستاذه وليده مندي مديره الاتحاد الافريقي وترجعوا لنا مره تانية. ومكملين يا كابتن خالد معاكم يمكن منضمنا دلوقتي كابتن هويدا موندي المدير التنفيذي للاتحاد الافريقي للكره الطائره وعضو مجلس اداره الاتحاد المصري للكره الطائره. يعني برحب يعني برحب بحضرتك النهارده شايفين يمكن الصاله في اوج جمالها يعني النهارده والنادي الاهلي كعادته دائما في التنظيم زي ما في البطولات رقم واحد في التنظيم كان رقم واحد. حضرتك بقى بصفتك مديره الاتحاد الافريقي للكره الطائره يعني تكلمينا النهارده عن اليوم وشايفه اليوم ازاي؟ والله اليوم ان شاء الله يكون يوم جميل. اولا انا سعيده جدا بوجودي مع قناه نادي الاهلي قناه نادينا الحبيب نادي القرن. الاستعدادات على قدم وسقف الصاله جوه الجمهور جميل مالي الصاله يعني اجواء جميله جدا جدا فيها نوع من البهجه والفرحه وان شاء الله نختمها بفوز جميل للنادي الاهلي في لقاء اليوم باذن الله. يمكن كان في تصريح لرئيس الاتحاد الافريقي بيقول ان احنا بنفكر كمان النادي الاهلي ينظم البطولتين الجايين يعني تعليق على الكلام دوت وعلى التنظيم الرائع من النادي الاهلي. والله التنظيم الرائع يجبر اي حد انه ينظم تاني لان نجاح البطولات الافريقيه نجاح لينا كاتحاد افريقي نجاح للنادي الاهلي كمنظم. كان في مناقشات ان احنا نعمل كونتراكت السنتين الجايين والسر كمان احنا في طريقنا لعمل طلب لاستضافه نادي الاهلي بطوله العالم للانديه فده هيبقى نقله كبيره جدا جدا طبعا اكيد للكره الطايره الافريقيه والمصريه والنادي الاهلي في النقله العالميه. يعني بقى كلمينا على اليوم اكتر النهارده وطلع المشاهدين يعني اليوم النهارده هيمشي ازاي حفل الافتتاح بعد كده مباراه النادي الاهلي ان شاء الله في 9 مساء يعني تفاصيل اليوم النهارده تقول ايه؟ والله يمكن ان شاء الله في خلال نصف ساعه هيبدا حفل الافتتاح في ليزر شو في طابور استعراض الفرق وكلمات الترحيب من اللجنه المنظمه من النادي الاهلي برئاسه المهندس محمد سراج ومن الاتحاد المصري لكره الطايره الاستاذ احمد عبد الدايم ومن الدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الافريقي لكره الطايره ثم افتتاح البطوله من كابتن الخطيب ان شاء الله يعقبوا الماتش الاهلي وكانون من الكونغو وان شاء الله يعني يكون مباراه قويه واتوقع فوز الاهلي بها باذن الله 3-0. يعني شايفه من المستوى الفني النهارده يمكن الملاحظه ان كل الفرق اللي سبق الحصول لها على البطوله باستثناء الافريقي التونسي كلها مشاركه في البطوله. طبعا هو يمكن بطوله قويه فيها مشاركات يمكن الفريق يمكن اقل مشاركه شويه هي الاول سنه هي الفرق الكاميرونيه كان عاده بيبقى فيه 3 فرق او 4 فرق لكن نتيجه بعض المشاكل في التاشيره للاسف هم كلمونا ان هم حصلوا على التاشيره وبيتحركوا على المطار بعد انتهاء الاجتماع الفني. القانون بيقول ان اذا ما حضرش الاجتماع الفني ملوش الحق في الحضور فبالتالي ما قدرناش ان احنا ناخدهم. كان المفروض متوقع هنوصل يمكن 24 فريق لكن لبعض تاخر الاجراءات في التاشيره او تاخر الفرق الافريقيه في بعض حجز الطيران ده خلى العدد 17 فريق لكن كل القوى الكبرى الموجوده اصحاب الالقاب وحاملي الالقاب قبل كده متواجدين في البطوله دي فبطوله فنيه عاليه جدا ان شاء الله واوعد محبي كره الطايره ان هم يستمتعوا بمستوى فني عالي باذن الله. شكرا يا فندم واتمنى لكم دوام التوفيق ان شاء الله. شكرا ليكم. السلام.
كابتن خالد، زي ما تابعت حضرتك معانا الاجواء هنا داخل الصاله المغطاه بالنادي الاهلي، وكمان اللقاء مع كابتن هويدا موندي المدير التنفيذي للاتحاد الافريقي لكره الطائره. ان شاء الله لحظات ويبتدي حفل الافتتاح، وننتظره كالعاده من النادي الاهلي قوي جدا، وبعدها ان شاء الله تنطلق مباراه الاهلي وكان الكونغولي في تمام الساعه 9 مساء. الكلمه ليك كابتن خالد، ومتواصلين معاك في قدم المواعيد ان شاء الله. شكرا زميلي محمد توفيق من ارض ملعب المباراه من صاله الامير عبد الله الفيصل، وافتتاح البطوله الافريقيه للكره الطايره سيدات. حاجه جميله جدا، يعني عايز ارجع تاني على هويدا موندي بصراحه. يعني انا كنت هتكلم على حاجه تانية، لكن لازم ارجع على هويدا موندي. هويدا كابتن هويدا موندي دينامو الكره الطايره المصريه والافريقيه، الكلام ده مظبوط؟ تمام فعلا، هي اساس كل حاجه. يعني انا بحس ان كابتن هويدا هي فعلا دينامو زي ما حضرتك قلت بتاع البطولات كلها، مش البطوله الافريقيه بس. كابتن هويدا ما بتسيبش اي فرقه غير يعني اي حاجه محتاجاها كابتن هويدا موجوده. لا بصراحه هي يعني ما شاء الله عليها في كل حاجه، يعني من الناس المحترمه جدا واخلاقها عاليه جدا، وتقدر يعني تعتمد عليها في كل حاجه بصراحه. انا بصراحه عن نفسي اشتغلت معاها بطولات كثيره يعني بجد والله 24 ساعه صاحيه، معناها عندها بيت وعندها اسره وعندها حياه وعندها حاجات كتيره، لكن 24 ساعه صاحيه بتشتغل شغل ما شاء الله عليها. انا فعلا لازم اقولها على الهوا، كابتن هويدا موندي تعظيم سلام. عايز تقولي حاجه؟ انا بعشق كابتن هويدا من زمان فعلا. يعني هي عندها روح جميله جدا، طيبه جدا جدا، خدومه جدا جدا، اداريا ممتازه، ودايما انا بقى ابتديت اتابع بقى هي نشاطها ايه، على طول بتسافر، على طول بتحضر مؤتمرات، على طول بتحضر دورات، فبتشتغل على نفسها من زمان لغايه دلوقتي. يعني فعلا هي يعني بتتعلم يوم عن يوم. اعتقد ان العلم ما بيوقفش، يعني لازم الواحد طول ما هو بيشتغل يدور على الجديد ويحاول يبقى احسن واحسن، وهي ما شاء الله واصله لده بدرجه امتياز. نفسي تقولي حاجة. خير السفير لكرة الطائرة المصرية والأفريقية كابتن هويدا موندي الحقيقة. وبعدين هي صاحبة خبرة كبيرة جدا، يعني هي كانت بتشتغل في الاتحاد المصري والأفريقي من أيام الله يرحمه كابتن ناصف سليم، وبعدين بعد كده تتوالى الرؤساء الاتحادات، وبعدين دلوقتي طبعا دكتور عمرو علواني. هي يعني عندها خبرة في تنظيم البطولات، في إدارة القرعة، بتمثلنا في البطولات الدولية، بتمثل ماسكة مركز في الاتحاد الدولي. الحقيقة أنا بتشرف بكابتن هويدا موندي، يعني وأتمنى أن كل مرأة مصرية تمثل بلدها زي ما بتمثل. ما شاء الله كابتن هويدا موندي محور كلام كابتن روح عبد القادر، كلهم فعلا علامات بارزة. كابتن تهاني تصن علامات بارزة في تاريخ الكرة الطايرة في مصر. كابتن منى لا كابتن منى عبد الكريم بقى دي يعني سيبوها لي بس لما جينا. طبعا اكيد لازم نقول للساده المشاهدين ان كابتن منى عبد الكريم نجمه من نجمات النادي الاهلي ومصر على مدار التاريخ، هتشرفنا في الهواء باذن الله، بس هي عندها مواعيد كتيرة ان هي المنسق العام للبطوله الافريقيه، لكن ان شاء الله هتكون متواجده معانا هي وكل النجمات باذن الله في الحلقات اللي جايه ان شاء الله. لو رجعنا تاني للخط والزاويه، وهنرجع لي دايما التبديل بيكون لعيب مكان لعيب، والتبديلات ما بتكونش عندكم في الكره الطايره كتير، ليه الوضع ده؟ احنا لينا 6 تبديلات في الشوط في الجيم. في الجيم كويس. غالبا التبديل طبعا التبديل اللي يعني لو انا طلعت سي رقم واحد لازم تنزل، لو هتيجي تنزل مكانها تنزل مكانها رقم واحد تاني. ليه؟ انا برضه عايز اعرف، احنا عندنا في الهاندبول بنبدل على طول. لا احنا لكن لينا، انتوا لازم يخرج التبديلات ثابته يعني. احنا ما واحنا عشان برضو احنا محددين بمراكز شويه، يعني احنا عندنا مركز 4، مركز 2، مركز 3، في لعيبه ممكن تلعب في اكتر من مركز. بس ده بيبقى يعني بيبقى غالبا معظم اللعبات ليهم تخصصات، يعني كل واحد يبقى ليه تخصص لمكان معين. فهو احنا لما بنيجي نبدل بنبدل سواء مثلا لعيب 2 بلعيب 2، لعيب 3 بلعيب 3. غالبا مش كتير، مش هتلاقي لعيبات كتير بتلعب في كذا مركز في عندنا يعني او في البطولات. والليبرو عندنا برضو يعتبر بيبدل بدون اذن، يعني هو وانس ان لعيب مركز 3 لعب الارسال وخل يعني خلاص الارسال بقى ضدنا، خلاص بيبتدي الليبرو ينزل على طول مكانه اوتوماتيك. بس الليبرو ما بيبقاش من ضمن الست تبديلات. لا بس داخل خارج ده من غير اذن. عايز اعرفه ده اللي انا قصدي، ده مهم لسه هنتكلم على داخل خارج من غير اذن. خلينا نروح لتشكيل النادي الاهلي النهارده وترجعوا لنا مره ثانيه.
دايما في قناه الاهلي الجديد دايما كل الفريق العمل بيشتغل علشان يطلع حاجه جديده للنادي الاهلي. ده تشكيل او اسماء اللاعبات وتشكيلهم على ارض الملعب. كابتن شيماء هقف عند التبديل المراكز اللي هي من 1 2 3 4 5. ازاي بترصي او ازاي المدرب الفني بيرص اللعيبه في الملعب بالشكل ده؟ يعني ممكن انا اخر حاجه كده مره قال ان كان في ماتش اعتقد اهلي وزمالك، فقال ان المدرب لف الفرقه ما لعبش بنفس الايه التكوين بتاعها. اولا هو لازم يكون ضارب مركز أربعة، هو متواجد في مركز أربعة قدام علشان يبدا من الاول خالص، يعني ويس. يفضل ثلاث مراكز قدام تمام. عشان يستفيد منه طبعا الفرقه. والباسير بيبقى ممكن جنبه وجنبيه لاعب مركز ثلاثة، وورا الكروسات بقى بتاعته عندك حضرتك مركز ثلاثة في الكروس بتاعه الليبرو او مركز لاعب مركز ثلاثة التاني. وبالنسبة للباسير في الضارب رقم ضارب من رقم اثنين اللي هو كروس الباسير، والضارب التاني لمركز أربعة. فدايما بيكون احسن لو بدانا بالضريبه قدام واقوى بس زي ما انت شايفه. بس الاسماء اللاعبين كلهم ايه الشامي واحد مظبوط ايوه كده رنا رنا الجوهري رنا الجوهري واحده واحده بقى مروه واحده في كل واحده مروه مجدي مريم متولي لعبت مركز ثلاثة كويس جميله الروح فريده جميله اللعب والشكل ولا كل حاجه فريده عسقلاني نكمل نرمين منشاوي كويس مركز ثلاثة ميار خليفة لعبت مركز ثلاثة سنتر بلوك هايل سارة أمين لعبت مركز أربعة وقادمة من نادي الشمس نهلة سامح كابيتانو صحيح فعلا ربنا معاها ويوفقها إن شاء الله كاترين المحترفة الأوكرانية ندى وليد صاعدة مواليد 2000 ليبرو ما شاء الله مريم مصطفى ليبرو افريقيا وليبرو منتخب مصر فين شروق؟ شروق فؤاد نورت الشاشه راجل العيب العقل المفكر للفريق هايل سهيله الحقيقه سهيله بينتظرها مستقبل كبير ان شاء الله ربنا يوفقها وتستفيد من انها بتلعب جنب الشروق وتستفيد انها بتلعب جنب لاعبات كبار زي فريق النادي الاهلي ومواليد 2000 لو شفنا دلوقتي تشكيل كده زي ما احنا شايفينه بس يا ريت تنزل ايوه بالظبط كده سهيله نزلت رايكم ايه في التشكيل بتاع النادي الاهلي النهارده يبدا بمين كابتن حمدي الصافي انجي شروق ايه هنقول انا بقول بالترتيب يعني هي مركز واحد هيبقى شروق مركز اثنين هتبقى ايه مركز ثلاثة هتبقى فريدة بس انا مش هنزل ايه الشامي الملعب مش عشان انت عشان اختك لا 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 مش عشان اختك النهارده اتفضلي هنقول برضو مركز ثلاثة هتبقى فريدة ومريم متولي كويس واحدة فيهم مركز أربعة هتبقى نهلة وكاترين الليبرو بقى الليبرو اللي هو طبعا داخل خارج معاهم كلهم هتبقى مريم مصطفى انا بس عايزه اقول لك على حاجه انا عاجبني قوي الاخراج وعرض الفرقه الصراحه انا حاساهم مش فرقه كره طايره انا حاساهم مسابقه ملكات جمال صدقيني حلوين جمال يعني الناس هنا سهرانه يعني سهرانه عشان تطلع كل الكلام ده للناس بشكل مختلف 24 ساعه شغل مش نايمين بيطلعوا وفعلا هي دي قناه النادي الاهلي وان شاء الله تشوفوا قناه الاهلي في ثوبها الجديد قريبا جدا باذن الله على اعلى مستوى. لا انا بشكركم فعلا على الاهتمام بالبطوله والاهتمام بالرياضه النسائيه في النادي الاهلي. طبعا هو النادي الاهلي ومجلس ادارته ما بيفرقش بين قطاع الرجال او قطاع السيدات، بس انا اول مره بصراحه اشوف اهتمام كبير كده سواء على المستوى الاعلامي او المستوى الجماهيري ببطولات النادي الاهلي. يعني يا ريتنا كنا بنلعب دلوقتي يا ريت كان زماننا دلوقتي عايزين حاجه للترابيزه هنا يا جماعه. قولي لي كابتن حمدي صافي النهارده يقرا الفرق ازاي؟ خلينا نتكلم على البطوله بصفه عامه. عندنا قرطاج التونسي تمام، عندنا الجزائر مرديه اعتقد مظبوط كده المجمع البترولي والانابيب الكيني والسجون الكيني والنادي الاهلي. خمس فرق من اقوى خمس فرق افريقيا من السبع الفرق الموجودين على القاب افريقيا. خمس فرق موجودين في البطوله قولي ايه؟ والله انا اعتقد ان اللي هيبقى ند لينا هو البايب لاينز الانابيب الكيني يليه البنك التجاري وطبعا مش هننسى الفريق التونسي قرطاج والسجون برضه والسجون طبعا السجون والانابيب وقرطاج والنادي الاهلي طبعا ان شاء الله هو الاول
اعتقد هم دول اقوى الفرق. يسرى دايما فرق كينيا بتكون عامله مش مشاكل، لكن هي متواجده بقوه جدا. ليه كينيا مهتميه قوي بطايره سيدات مع ان هي مش متواجده في العاب اخرى؟ هي الحقيقه كينيا اللعبه الشعبيه الاولى عندها الكره الطايره سيدات مش رجال كمان. يعني هما بيعتبروا هناك نجمات الكره الطايره في كينيا دول لما بيمشوا في الشارع او اي بطوله تلاقي الاستاد كله مليان صاله اللعب واللعيبه، يعني عارف لما مثلا يعني لعيب كبير عندنا يعدي وكل الجماهير عايزه تتصور معاه او تسلم عليه. لعيبات الكره الطايره في كينيا كده مثلوا القاره الافريقيه كتير قوي في بطولات العالم، سواء على المنتخب سواء على مستوى المنتخبات يعني. فهم مهتمين قوي بالكره الطايره، وهم طبعا الطبيعه يعني ربنا اداهم نعم في الطول وقوه جسمانيه، يعني قدروا يستغلوها صراحه، وبيحاولوا يطوروا من نفسهم عن طريق الاحتكاك الخارجي وعن طريق مشاركتهم الدايمه في بطولات افريقيا. تمام. احنا المشكلة بعد اذنك عندهم كمان المشكلة هناك، ان لما كنا بنروح نسافر كينيا كنا لازم بنحط عارف حضرتك الكليبس بتاعت السباحين علشان نتعود على نقص الاكسجين، لان هناك كنا بنعاني جدا جدا من النفس، وبالذات لما بنكون الماتش واخد جيمات كتيرة فبنضطر ان احنا نفسنا ما بنبقاش قادرين ناخده، فده كان بيساعدنا ان احنا نتعود ان نقص الاكسجين فنبتدي نلعب كويس، وده كان كابتن رؤوف الله يمسيه بالخير هو اللي كان دايما. انا عايز اقول انا اختلف مع الكباتن، لكن انا شايف ان فرق قرطاج التونسي والمجمع البترولي هم الفرق القويه جوه البطوله دي، وهي اللي ممكن تكون بتنافس مع النادي الاهلي، لكن ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يخلص البطوله بشكل مختلف. انجي متفقه معايا ولا متفقه معاها؟ لا انا مع حضرتك في حاجه، انا دايما بشوف اللي عامه الفرق الافريقيه اللي هو سواء كينيا او الكاميرون بيبقى يعني ما بيبقوش بيفكروا زي التوانسه والجزائريين، يعني دايما التوانسه والجزائريين بيبقى فيهم العقلانيه شويه اكتر من القوه. الفرقه الكينيه والفرقه النيجيريه وعامه اللي هم الافارقه بيبقى مايلين اكتر للقوه. والقوه بالنسبه لنا انا بشوف القوه مع قوه يعني بتبقاش ماتش حتى كويس، لكن لما بتشغل مخك او بتشغل دماغك في الملعب ده بيدي حاجه ثانيه خالص للبولي، يعني بيدي كمان طعم كده معين للعبه مش بتبقى موجوده مع الفرق الافريقيه. يعني قرطاج التونسي معتمد على بصيره قويه جدا صح كده؟ هو الحقيقه معتمد، هي فرقه متكامله جدا، وهو الفريق النادي قرطاج مهتم بالفريق ده وبيوفر له مديرين فنيين، يعني على السنوات اللي سابقه كانوا جايبين مدير فني ايطالي مدير فني اجنبي موفر له محترفات. السنه دي المدير الفني سيده كانت بتلعب في الفريق التونسي قبل كده يعني، فبس يعني عايزه اقول لك ان شاء الله العامل الاول اللي هيساعدنا على الفوز ان شاء الله رجوع جماهير النادي الاهلي للقلعه الحمراء مره اخرى، وان شاء الله هتحمس فتيات الذهب ان هم ان شاء الله يحققوا النجمه العشرة ان شاء الله. خلونا نروح لفاصل ونرجع لجماهير النادي الاهلي اللي هم بيحمسوا النادي الاهلي من كابتن يسرى، فاصل وترجعوا لنا مره ثانيه.